السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن اشهر الاخطاء اللي بتقع فيها الامهات لما بييجوا يحضروا الحليب الصناعي للاطفال الرضع، وكمان هنتكلم عن كل التعليمات الصحيحه لتحضير رضعه الاطفال، وكمان هجاوب على كل الاسئله اللي تخص تحضير الحليب الصناعي للاطفال الرضع. اشهر الاسئله اللي هنجاوب عليها في الفيديو ده مده صلاحيه الحليب الصناعي بعد فتح العلبه، مده صلاحيه الببرونه وحلمه الببرونه، وكمان ازاي نقدر ننظف الببرونه والحلمه بشكل صحيح، وازاي نقدر نختار الببرونه وحلمه الببرونه بشكل صحيح، وكمان صلاحيه الرضعه نفسها بعد ما نحضرها قد ايه، وهل ينفع ان احنا نحتفظ بيها لمده معينه لو كنا خارجين وعاوزين ندي منها للطفل، واسئله كتيره جدا هجاوب عنها ان شاء الله في الفيديو ده، فتابعوا معانا الفيديو للاخر. في البداية وقبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس وعلشان يفيد كل الناس. أي فيديو بتكلم فيه عن الرضاعة الصناعي لازم أبدأ بأن الرضاعة الطبيعية هي طريقة التغذية المثالية لكل الأطفال. الحليب الصناعي بنديه في حالات معينة ولازم يكون بوصف طبيب الأطفال، ما تديش حليب صناعي من نفسك. نبدأ بأول حاجة صلاحية الحليب الصناعي، وهنا في 3 أرقام مهمين لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة صلاحية عبوة الحليب أو العلبة نفسها وهي لسه مقفولة وإحنا بنشتريها. لازم أول ما نشتري عبوة الحليب نتأكد إن تاريخ الصلاحية اللي على العلبة لسه مخلص، وتاريخ الصلاحية لسه قدامه فترة مناسبة على الأقل 2 شهر أو أكتر من كده. الرقم الثاني هو صلاحية عبوة الحليب الصناعي بعد ما فتحناها. اشترينا العلبة فتحناها علشان نحضر للطفل. صلاحية علبة الحليب من ساعة فتحها 1 شهر فقط، يعني العلبة دي لو حضرتك فتحتيها وما خلصتش في خلال 1 شهر لازم تتخلصي منها وتجيبي علبة جديدة. علشان كده حضرتك لما تشتري الحليب الصناعي أول ما تفتحي العلبة لازم تلزقي ستيكر على العلبة مكتوب عليه تاريخ فتح العبوة، التاريخ اللي انت فتحتي فيه. أول ما يمر 1 شهر على العلبة دي لو لسه ما خلصتش لازم تتخلصي منها. لكن علشان علبة الحليب الصناعي تقعد معانا 1 شهر صلاحية بعد فتحها لازم نحتفظ بعلبة الحليب الصناعي في مكان نظيف، مكان جاف، درجة الحرارة فيه مناسبة، ما تبقاش اكتر من 22 او 23 درجة. لازم العبوة تبقى دايما محكمة الغلق، بعد كل مرة بنستخدمها نقفلها كويس جدا ونتأكد انها مقفولة باحكام، وكمان ممنوع تواجد اي حاجة داخل عبوة الحليب الصناعي. المعلقة اللي بنحضر بيها الحليب الصناعي بعد ما ناخد البودر من العلبة ونحضر الرضعة ما ترجعيش المعلقة تاني جوه العلبة وتقفلي عليها، ده غلط قاتل بيقع فيه كتير من الامهات. المعلقة دي حضرتك بتحتفظي بيها في كيس نظيف وبتقفليه كويس وبتعينيها جنب علبة اللبن، لان المعلقة دي حضرتك مسكتيها بايديكي وارد يكون اتنقل لها ميكروب. لو رجعناها جوه عبوة الحليب تاني الميكروب بقى جوه عبوة الحليب هيلوثها، وبالشكل ده الطفل الرضيع ممكن يتعب. يبقى دي الشروط اللي لازم نتبعها علشان عبوة الحليب الصناعي تقعد معانا 1 شهر من بعد الفتح. طيب لما نحضر الرضعة بتاعة الطفل صلاحية الرضعة نفسها قد ايه؟ يعني الرضعة دي تقدر تقعد معانا قد ايه؟ وهنا في حالتين. الحالة الاولانية ان احنا حضرنا الرضعة والطفل رضع جزء منها واتبقى جزء تاني وعاوزين نحتفظ بيه. في الحالة دي صلاحية الببرونة دي مش اكتر من 1/2 ساعة، يعني لو اللبن فيها هيقعد اكتر من 1/2 ساعة يبقى اللبن كده ما ينفعش الطفل ياخده. والسبب بسيط جدا، الطفل لما بيرضع من الببرونة الطفل نفسه بيبقى فيه بكتيريا موجودة في الفم. لما بيرضع من الببرونة بعض البكتيريا دي ممكن توصل للحليب الموجود في الببرونة. لو الببرونة دي قعدت اكتر من 1/2 ساعة ممكن الحليب الموجود فيها يفسد ويبقى مضر للطفل. الحالة التانية ان احنا نحضر عبوة الحليب الصناعي ونحتفظ بيها على طول، الطفل هنا ما رضعش من العبوة. في الحالة دي صلاحية الحليب الصناعي هنا من 1 ساعة لـ2 ساعات على حسب درجة الحرارة اللي العبوة موجودة فيها. كل ما كان درجة حرارة الجو اللي حوالينا اعلى كل ما كانت صلاحية الببرونة اقل، لكن الصلاحية عامة مش هتزيد عن 2 ساعة. علشان كده لو حضرتك خارجة بره البيت وعايزة تحضري رضعة حليب صناعي تبقى معاكي لازم تعرفي ان صلاحيتها مش هتزيد عن 2 ساعة.
لو حضرتك هتقعدي بره البيت اكتر من ساعتين في الحاله دي هتاخدي علبه الحليب الصناعي وهتاخدي الببرونه فيها الميه الدافيه فقط، وممكن تحتفظي بالببرونه نفسها في حاجه تحافظ على حرارتها وتحضري الرضعه قبل الطفل ما ياخدها مباشره. يعني حضرتك ما ينفعش تحضري الرضعه في البيت وتاخديها وتخرجي بيها 5 6 ساعات وانت متخيله ان صلاحيه الرضعه دي ممكن تقعد معاكي 5 6 ساعات، الكلام هنا مش صحيح. يبقى ده السؤال الاولاني، صلاحيه الحليب الصناعي. نيجي للسؤال الثاني، الببرونه وحلمه الببرونه نغيرهم بعد قد ايه؟ حلمه الببرونه لازم تتغير على الاقل كل 3 شهور، لكن بشرط ان الحلمه نفسها تبقى سليمه مفيش فيها مشاكل. لو الحلمه لونها اتغير او ريحتها اتغيرت او بقى فيها تشققات او بقت بتنزل لبن بشكل اكبر من الطبيعي، في الحاله دي لازم نغيرها فورا. طيب الببرونه نفسها نغيرها كل قد ايه؟ الببرونه هنا ممكن تبقى زجاج وممكن تبقى بلاستيك. في كلا الحالات يفضل ان احنا نغيرها بعد 3 شهور، بس برضو بشرط ان حاله الببرونه تكون كويسه. لو الببرونه نفسها عليها شرخ او اتكسرت او بتسرب او لونها متغير او لحيتها متغيره، في الحاله دي لازم نغيرها فورا. لو حاله الببرونه مفيش فيها حاجه من الكلام ده يبقى يفضل نغيرها كل 3 شهور. يبقى ده اجابه السؤال الثاني. نيجي للسؤال الثالث، نحضر الرضعه بتاعه الطفل باي نوع من الميه؟ نجيب ميه معدنيه ولا ميه عاديه من الحنفيه ولا ميه مقطره من الصيدليه ولا اي نوع؟ حضري رضعه الطفل باي نوع من الميه، لكن بشرط ان انت تغلي الميه كويس جدا على الاقل لمده 10 دقائق او ربع ساعه قبل ما تحضري الرضعه، علشان نضمن ان الميه دي بقت خاليه تماما من اي ميكروبات. بعد الميه ما تغلي سيبيها تبرد شويه، وبعدين حطي المقدار اللي انت عاوزاه في الببرونه وكميه الحليب المناسبه وترجيهم كويس، وتسيب الببرونه تبرد شويه لحد ما درجه حرارتها تبقى مناسبه للطفل. ولازم تختبري درجة حرارة الحليب على ايديكي وتلاقي حرارته فترة والطفل يعرف ياخدها. نيجي للسؤال الرابع، الببرونة الازاز افضل ولا الببرونة البلاستيك؟ في كل الحالات الزجاج افضل من البلاستيك، لكن في انواع من البلاستيك نظيفة جدا وموجودة ومفيش مانع ان احنا نستخدمها. نيجي للسؤال الخامس، نظافة الببرونة وحلمة الببرونة هيبقى ازاي؟ الموضوع هنا في 3 حاجات. اول حاجة نظافة الببرونة بعد كل رضعة، مجرد الطفل ما خلص الرضعه بتاعته لو اتبقى اي شويه حليب في الببرونه اتخلصي منها واغسلي الببرونه بالميه فقط من جوه ومن بره، واغسلي حلمه الببرونه بالميه فقط وسيبي الببرونه تنشف في مكان نظيف، وتاكدي ان المكان ده مفيش فيه ذباب او اي ملوثات ممكن تلوث الببرونه. الحاجه الثانيه غسيل الببرونه بشكل اكبر شويه، وده بنعمله مره واحده كل يوم، وهنا بنغسل الببرونه باستخدام فرشه مخصوص لغسيل الببرونه، والفرشات دي على فكره موجوده في الصيدليات، وكمان بنستخدم غسول مخصص لغسيل الببرونات برضو موجود في الصيدليات. هتفككي اجزاء الببرونه كلها وهتستخدمي الغسول والفرشه في ان انت تغسلي الببرونه كلها من جوه ومن بره، وبعدين تشطفيها كويس جدا جدا بالميه، وبعدين تسيبيها في مكان نظيف لحد ما تجف، والموضوع ده بنعمله مره واحده كل يوم. الحاجة التالتة هو تعقيم الببرونة، وهنا الببرونة بنحطها في درجة حرارة عالية جدا علشان نموت اي ميكروبات ممكن تكون موجودة فيها، ويفضل ان احنا نعقم الببرونة على الاقل مرة كل 3 ايام. تعقيم الببرونة ليه طرق كتيرة، في بعض الاجهزة المخصوص اللي بتعقم الببرونات، والموضوع هنا بيبقى سهل جدا، لكن الاجهزة دي سعرها غالي شوية. هعمل فيديو قريب ان شاء الله عن الاجهزة دي وعن انواع الببرونات والحلمات، هتكلم فيها عن القصة دي بالتفصيل. الطريقة العادية لتعقيم الببرونة ان حضرتك بتجيبي اناء وتحطي فيه مية عادية وتسيبي المية لحد ما تغلي، وتسيبيها تغلي لمدة 10 دقائق، وبعدين تطفي النار وتفككي كل اجزاء الببرونة وتحطيها في المية وتغطي عليها وتسيبيها موجودة في المية السخنة لمدة ربع ساعة، وبعدين تشيل الحاجات دي كلها وتسيبيها تنشف في مكان نظيف جدا بعيد عن اي ملوثات، وبعدين تركبي الببرونة تاني. تعقيم الببرونة يبقى مرة كل 3 ايام. يبقى عندنا 3 حاجات لنظافة الببرونة، نظافة بالمية فقط بعد كل رضعة، نظافة بالغسول والفرشة مرة واحدة كل يوم، تعقيم الببرونة مرة واحدة كل 3 ايام. لو عاوزين ننظف الببرونة او نغسلها او نعقمها بمعدل اكبر من كده شوية مفيش مشكلة، بس ده بيأثر العمر بتاع الببرونة وحلمة الببرونة شوية، فهنضطر نغيرهم بدري شوية.
وهنا في نقطة مهمة جدا، لما نيجي ننظف البيبرونة ممنوع تماما نستخدم الصابون العادي أو الصابون الطبي أو الغسول العادي أو حتى مسحوق الأطباق أو حتى الشامبو بتاع الشعر، الحاجات دي كلها ممنوع ننظف بيها البيبرونة، لازم نستخدم الغسول المخصص للبيبرونات. هنتكلم دلوقتي عن أهم النصايح اللي لازم نتبعها وكمان أشهر الأخطاء اللي الأمهات بتقع فيها. أول حاجة، قبل ما تحضري الحليب الصناعي للطفل لازم تغسلي ايديكي كويس جدا. ده موضوع بسيط جدا والناس بتستغرب ان انا بتكلم في الموضوع ده وباكد عليه، لكن الخطوة البسيطة دي مهمة جدا. حضرتك ممكن من غير ما تقصدي تنقلي ميكروب للطفل من خلال ايديكي، والطفل يجيله نزلة معوية ويتعب جدا. الحاجة التانية، المية اللي هنحضر بيها البيبرونة لازم تتغلي على النار لمدة من 10 دقايق لربع ساعة. الحاجة التالتة، لما تيجي تاخدي الحليب الصناعي من العلبة هتفتحي العلبة وتاخدي المقدار اللي انت عاوزاه وتقفلي العلبة مباشرة، ما تسيبيش العلبة مفتوحة. كتير من الأمهات بيفتحوا العلبة ياخدوا الحليب وبينسوا العلبة مفتوحة 10 دقايق أو ربع ساعة، في الوقت ده بيكون دخل ميكروبات أو وقف عليها ذباب أو حصل مشاكل كتير. الحاجة الرابعة، المعلقة اللي بتاخدي بيها الحليب ممنوع تحطيها جوه عبوة الحليب نفسها، اقفلي العبوة بإحكام ما تدخليش فيها حاجة، هتحتفظي بالمعلقة دي في كيس بلاستيك شفاف ونظيف وتقفلي عليه كويس جدا وتحتفظي بيها جنب عبوة اللبن. الحاجة الخامسة، اختاري حلمة البيبرونة المناسبة لعمر الطفل. في 3 أنواع من حلمات البيبرونة على حسب عمر الطفل. النوع الأولاني بطيء التدفق، وده بنستخدمه للأطفال في أول 3 شهور من حياتهم. النوع الثاني متوسط التدفق، وده بنستخدمه من عمر 3 شهور ل6 شهور. النوع الثالث سريع التدفق، وده بنستخدمه من عمر 6 شهور لعمر سنة. المقصود بالتدفق هنا هو معدل خروج الحليب الصناعي من حلمة الببرونة. الحاجة السادسة، ما توسعيش حلمة الببرونة. كتير من الأمهات للأسف بيقعوا في الخطأ ده، بيوسعوا حلمة الببرونة علشان تنزل للطفل لبن بسرعة والطفل يخلص رضعته ويشبع بسرعة. ده خطأ قاتل بلاش تقعي فيه. لو وسعت حلمة الببرونة بيحصل مشاكل كتيرة للطفل. أول حاجة، الطفل ممكن يشرق لأن الحليب بينزل بكمية كبيرة. تاني حاجة، الطفل هيبلع هواء مع الرضاعة وهيجيله انتفاخ وغازات وهيجيله مغص جامد. تالت حاجة، الطفل ده لو بيرضع طبيعي جنب الرضاعة الصناعي، لو حلمة الببرونة واسعة وبتنزل حليب كتير، الطفل هيرفض الرضاعة الطبيعية لأن هيبقى شايف إن الببرونة أريح، لان بتديله لبن كتير جدا من اقل مجهود الطفل بيبذله. علشان كده اختاري حلمة الببرونة المناسب لعمر الطفل وما توسعيش حلمة الببرونة اطلاقا. الحاجة السابعة، ما تغيريش نوع الحليب الصناعي من نفسك. لازم ترجعي للطبيب المعالج هو اللي يغير الحليب الصناعي لو كان الطفل مش مرتاح على النوع ده. الحاجة التامنة، الافضل جدا ان انت ما تحطيش اي حاجة في الببرونة غير الحليب الصناعي. بعض الامهات اللي بيحطوا في الببرونة مية او عصير او حتى بعض المأكولات السائلة شوية وبيدوها للطفل، الكلام ده غير مفضل على الاطلاق. الببرونة معمولة علشان الطفل ياخد فيها حليب صناعي فقط. الطفل لو هياخد اي حاجة تانية ياخدها بالمعلقة او ياخدها بالسرنجة. العصائر الطبيعية الطفل لو اخدها بالببرونة بتعرضه بشكل كبير جدا لتسوس الاسنان لو كان الطفل ده بدأ يطلع اسنانه، وكمان ده بيعمل تشتت للطفل. الطفل عارف ان الببرونة بيدوق فيها طعم معين هو طعم الحليب الصناعي. لو جربت تدي للطفل حاجات تانية، لو فرضا ان الحاجة دي ما عجبتش الطفل وطعمها وحش، ممكن الطفل يرفض الرضاعة بعد كده بسبب الحركة دي. فما تشتتيش الطفل، الببرونة علشان الحليب الصناعي. اي حاجة تانية الطفل ياخدها بالمعلقة او ياخدها بالسرنجة او ياخدها باي طريقة تانية. النصيحة التاسعة، استخدمي الحليب الصناعي المناسب لعمر الطفل. عندنا الحليب الصناعي في 3 مراحل. المرحلة الأولى أو رقم 1، وده يخص الأطفال الرضع في أول 6 شهور. المرحلة الثانية أو رقم 2، وده للأطفال الرضع من عمر 6 شهور لعمر سنة. وهنا إحنا بنغير الحليب بعد الطفل ما يتم 6 شهور، يعني الطفل تم الشهر السادس بدأ أول يوم في الشهر السابع ياخد الحليب رقم 2. الحليب رقم 3 وده للأطفال الرضع من بعد عمر سنة، يعني الطفل يتم عمر سنة نبدأ نديله الحليب رقم 3، ومن بعد الطفل ما يتم سنة نقدر نديله الحليب البقري لو كنا عاوزين. وهنا الطفل بياخد الحليب البقري بصورته الطبيعية، مش لازم ان احنا نخففه بالمية. النصيحة العاشرة، ودي اخر نصيحة معانا ومهمة جدا، حضري الحليب الصناعي بالتركيز الصحيح المكتوب على العبوة بتاعة الحليب.
معظم انواع الحليب الصناعي بنحط مكيال واحد او معلقه واحده لكل 30 ملي ميه. في بعض انواع تانية بيبقى ليها تركيزات مختلفه، لازم تتاكدي من الطبيب المعالج وتتاكدي من العبوه بتاعه الحليب التركيز الصحيح لتحضير الحليب. لو كنا بنحط معلقه او مكيال لكل 30 ملي، في الحاله دي لو احنا هنحضر 60 ملي حضرتك هتحطي معلقتين، بنحضر 90 ملي هنحط 3 معالق. ممنوع حضرتك تحطي كمية حليب أكبر أو أقل من الطبيعي، لأن الحليب ده ليه تركيز محسوب كويس جدا، هو الأفضل للطفل. لو اديتي للطفل حليب مركز أكتر من الطبيعي ده هيبقى حمل زايد على الجهاز الهضمي وكمان حمل زايد على الكلى بتاعة الطفل. ولو اديتي حليب صناعي بتركيز أقل من الطبيعي ده ممكن يعرض الطفل لسوء التغذية أو إن الطفل ما يكبرش أو ما يزيدش في الوزن كويس. الحليب الصناعي لازم يتحضر بالتركيز الصحيح ليه. بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن تحضير الحليب الصناعي للأطفال الرضع، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.